بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يسعد قناة الرجال التابعة اليوتيوب أن تستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتها المتميزة للغة الـ HTML. اليوم هو الدرس السادس، سوف نتحدث عن الوصلات التشعبية أو الهايبر لينك. بالتأكيد كلنا تعاملنا مع الوصلات التشعبية أو الهايبر لينك، فعند القيام بالبحث داخل جوجل تظهر صفحات، هذه الصفحات عند النقر أو الضغط عليها يتم الانتقال إلى مواقع جديدة وفتحها. وعند تصفح بعض المواقع نجد بعض الكلمات عند الضغط عليها تسمح لي بالتنقل داخل نفس الصفحة أو التنقل إلى صفحة أخرى داخل نفس الموقع أو فتح صورة أو تحميل ملف. إذن الهايبر لينك أو الوصلات التشعبية مهمة جدا جدا لكل المتخصصين أو الراغبين في التميز والتعامل مع لغة الـ HTML. دائما وابدا نسعد بكم وبآرائكم ومشاركتكم على قناتكم وقناتنا على اليوتيوب، قناة قرن النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/مصر قرن النجار، أو مدونة قناة قرن النجار التعليمية مصر طارق النجار وان.بلوجسبوت.كوم، او منتديات كنوز طارق www.farms.topnews.com/farm.phb. تعالوا بنا ننتقل الى عمليه الشرح. الدرس السادس بنقول ان الوصلات التشعبيه اللي هي اللينك هي روح الانترنت. كلنا عارفين الانترنت تسمى شبكه الشبكات او الشبكه العنكبوتيه، والوصلات ديت هي الخيوط التي تشكل وتؤلف حلقات الوصل بين الملايين من المواقع. فعند الضغط على وصلة ما هتنقلك إلى صفحة أخرى في نفس الموقع أو إلى موقع آخر، أو قد ينتج عنها تحميل ملف أو تشغيل قطعة موسيقية أو عرض صورة. من المؤكد أننا كلنا اتعاملنا معها مع الوصلات التشعبية ومع الهايبر لينك. ما هي أهم الأكواد المستخدمة في الوصلات التشعبية؟ في الحقيقة هو كود بداية وحيد اللي هنتعامل معاه اللي هو حرف الـ A. أدي كود البداية وادي كود النهايه الخاص به، خلاص احنا بقينا متمرسين. وظيفه هذا الكود هو الكود الاساسي لادراج الوصلات التشعبيه. وكلمه ايه اختصار لكلمه انكر، وهي لا تعمل لوحدها، فلازم نضيف ايه مجموعه من الخصائص. طيب الخاصيتين الرئيسيتين اللي هي اتشرف والنيم. اتشرف هي اللي هتحدد نحدد من خلالها الموقع اللي احنا عايزين نصل اليه، ويجب ان تكتب عنوان الموقع كاملا. طب العمليه كده سهله، انت عايز تروح لاي موقع يبقى المتمنى بتاعتنا ايه؟ مسافه الانشرف بيساوي دبل كوتيشن المسار بتاعك، وتقفله بالدبل كوتيشن وتقفل المتمنى اللي علامه اكبر من، ثم تكتب اضغط هنا اذهب الى موقع كذا، ثم تقوم بغلق هذا الكود. فعند التنفيذ هتجد ان الكلمه او السطر اللي انت اضفته ما بين الكودين عند الضغط يظهر امامك بتاعته خط، عند الضغط عليه ينقلك الى صفحه او موقع اخر. طيب هذا بالنسبه للتشرف. طب العمليه ممكن تكون اصعب، انك انت عايز تنتقل داخل نفس الصفحه. قال لك من هنا من هذه النقطه لازم تقوم بتعريف الفقره اللي انت عايز تنتقل اليها داخل نفس الصفحه، وده عمليه مش سهله. يبقى هنستخدم خاصيه جديده اسمها خاصيه 2. 2 تستخدم لتعريف او تسميه المكان الموصول اليه داخل الصفحه باستخدام معين. تعالوا بينا نتعرض الى امثله تدريبيه. لو عايزين ندرب وصله تشعبيه داخل الصفحه او الموقع الخاص بيا، وليكن الغرض منها فتح قناه المجال التعليمي على اليوتيوب او منتدى كنوز الطارق، الشكل بتاعنا كده هيبقى ادي المتباينه، ادي علامه اصغر من ايه، مسافه الشريف بيساوي الدبل كوتيشن، وتكتب الاتش بي و اتش تي تي بي نقطتين دبل سلاش، ادي المسار بتاعي اهوت ايا كان، هذا هو المسار الخاص بفتح منتدى كنوز الطارق، ثم نقفله بالدبل كوتيشن وعلامه المتباينه الاخرى اللي هي علامه اكبر من. بعد ذلك تكتب اسم الموقع، اذهب لمنتدى كنوز الطارق، ثم كود النهايه او تاج النهايه بالنسبه للوصلات التشعبيه. عند التنفيذ هتظهر هذه على هذه الصوره، اذهب لمنتدى كنوز الطارق وتحتيها خط بهذا الوضع. لما تيجي تحرك المؤشر عليها هتحول الى ايد كده، تضغط يتم ايه؟ فتح هذا الموقع. طب لو احنا عايزين نسمي فقره، عندنا صفحه والصفحه دي مقسمه لمجموعه من الفقرات،
والفكرة اللي عايزين نقوم بتسميتها على أساس الخطوة التالية إنك تقوم بعمل ارتباط تشعبي هي اللي تبدأ بكلمة دسوق. يبقى هتعمل إيه؟ هتقوم إيه؟ هتفتح هوت الإيه؟ مسافة النين بيساوي، ثم تقوم بكتابة اسم للفكرة أنت بتختاره، أنت بتكتب الاسم، أنا سميتها 3 دي وتقفل الكوتيشن وبعدين علامة الأكبر من، ثم بعد ذلك بتكتب أول كلمة في بداية الفقرة، ثم تقوم بغلق هذا الكود. يبقى كده قمت بالخطوة الأولانية اللي هي التعريف. تاني حاجة عايز تعمل ارتباط تشعبي، هتيجي تبدأ هيبقى الكود كالتالي، أدي إيه مسافة الـ HREF بيساوي اسم الصفحة التي تحتوي على الفقرة، لأن أي موقع بيتكون مجموعة من الصفحات، يبقى اسم الصفحة التي تحتوي على الفقرة دوت HTML وبعدين هاش وبعدين الاسم اللي انت سميته في الفقرة في الكود السابق، ثم هتقفل وبعدين تقول ينتقل الى الفقرة مثلا رقم 3. يبقى هو انت عارف العبارة اللي هتظهر هي الفقرة رقم 3، لما تضغط عليها ينتقل الى هذه الايه الفقرة ثم كود النهاية. طيب لو انت عايز توصل الى بريد الكتروني بتطلب من الناس اللي يرسلوك في الموقع البريد الالكتروني، فبتقول مثلا اتصل بنا او راسلنا على، انت قصدك انك انت يضغط فيتم الوصول الى البريد الالكتروني الخاص بيه، او تضغط على ارسال. شكله هيكون على هذا الشكل اللي هي الHREF بيساوي، ناخد بالنا من كود من الكود بتاع البريد الالكتروني، ما بين دبل كوتيشن تكتب ميل مسافه 2 نقطتين، ثم تكتب الايميل بتاعك وتقفل الكوتيشن، وبعدين هنا هوت الكلمه اللي هو هيضغط عليها عشان يبعت الرساله وليكن ارسال مثلا ارسال. فانت بعد ما تملى البيانات تضغط على كلمه ارسال او زر ارسال يتم الارسال على هذا الدعم. وبعد بيسال سؤال ذكي جدا، طيب لو انا عايز دلوقتي استخدم اللي هي ملفات الاف تي بي اعمل ايه مع ملفات الاف تي بي؟ اقول العمليه سهله بالنسبه لملفات الاف تي بي، هي نفس القاعده الخاصه بينا، انك هتقول له هي هتفتح الكود البدايه تقول له ايه بيساوي HREF بيساوي دبل كوتيشن واف تي بي نقطتين باك سلاش، ثم الاف تي بي عنوانه كامل وتقفله بالدبل كوتيشن وعلامه الاكبر من، وبعد ذلك تكتب هنا هو كلمه للدلاله على الاف تي بي وتقوم بكود الاغلاق. تعالوا ننتقل الى الجزء العملي. زي ما احنا شايفين قمت بتشغيل الملف اللي احنا بنتدرب عليه من بدايه المحاضرات الخاصه بتعليم الاتش تي ام ال، هغير بس التايتل العنوان هسميه الدرس السادس على هذا النهج. نيجي بالنسبه للبودي، عايزين نضيف دلوقتي ان هو بيقول لك قناه طارق النجار التعليميه. طيب هنعمل ايه؟ تعالوا بينا نضيف اهو تحول الى اللغه الانجليزيه، ونضيف مع بعض عباره معينه وليكن خلينا بعد البودي للتدريب. هنقول ايه؟ هتفتح اهو تكتب الحاجات الخاصه بيك، الكود الخاصه بيك اللي هو الايه HREF، تمام. بعد ذلك هنقول له يساوي ادي يساوي بعدين دبل كوتيشن، وانا ناسخ الا العنوان الموقع هلزقه، ثم اقفل الدبل كوتيشن، ثم اقوم بغلق هذا الكود واكتب هنا هو الانتقال الى منتدى كنوز الطارق، ثم بعد ذلك اضغط ان واقوم بغلق هذا الكود اللي هو كود النهايه كده، تمام. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نستخدم الارتباط التشعبي اللي هي ادي ايه مسافه HREF بيساوي دبل كوتيشن، ثم كتابه عنوان الصفحه او عنوان الموقع، ثم تاخد الدبل كوتيشن وعلامه المتابعه اكبر من، ثم الكلمه التي تدل او العنوان الذي يدل للمستخدم على الوصول الى هذا الموقع، ثم كود النهايه. تعالوا بينا نحفظ، نعمل حفظ، هذا حفظ، وتعالوا بينا نذهب الى المجلد اللي فيه هذه الاشياء اهو دلوقتي كلوز، ونقوم بفتحه عن طريق مثلا الفايرفوكس وننتظر الى ان يتم الفتح. ادي بعد التحميل يا شباب ظهرت على هذا النحو. هنلاحظ ايه؟ ادي الاسم، ادي العنوان، التايتل، الدرس السادس، ادي الكلمه هي اللي احنا اشرنا للانتقال الى لمنتدى كنوز الطارق، اصبحت باللون الازرق واصبح تحتيها خط نضغط عليه فيتم الانتقال الى منتدى كنوز الطارق على هذا النحو. انا هعمل ادي باك، هذه باك. طيب تعالوا بينا نبدا نكمل بقيه الاوامر الخاصه بينا.
يبقى احنا عرفنا اهوت ادي الدائر ار تي ال على سنه اتجاه ناحيه اليمين وادي العنوان واستخدمنا الاتش ريف. البعض يقول لي والله لا انا عايز اكتب الكلمه قبليها، اكتب الكلمه قبليها، عايز بس لما يضغط على كلوز الطارئ بس بلاش انتقال الى دي. اقول له خلاص ده هي ممكن تقصها على هذا النحو اهو، كليك يمين ونعمل قط ونضعها قبل الكود، نضعها قبل الكود، ثم نقوم بعمليه حفظ، ثم نذهب الى المتصفح ونضغط على اف 5 للتحديث. هنلاحظ كلمة الانتقال إلى أصبحت كلمة عادية، ولكن كلوز الطارئ لما أقرب إليها هلاحظ إنها تحول إلى يد عند الضغط عليها، يتم فتح المستند، فتح الموقع اللي هو منتدى كلوز الطارئ. البعض بيسألني سؤال جميل، افرض دلوقتي إن أنا مش عايز العنوان، أنا عايز صورة، عايز أدرج صورة عند الضغط عليها يتم فتح منتدى كلوز الطارئ. أقول له سؤال رائع، تعالى بينا نضيف الكود التالي. يبقى بدل ما انت هتعمل كده اهوت كلوز الطارئ كده اهي، هنضيف كود الايه الصوره كلنا اتدربنا عليه في المحاضره السابقه. يبقى هنقوم بالوزن وبعدين تاكد انك هتحول الى اللغه الانجليزيه، وليكن الصوره بتاعتي الموجوده ضمن المجلد، ادي المجلد اللي هي الصوره اللي اسمها مثلا وليكن 9 بس تعرف انها نوعها ايه جي بي جي، يبقى 9 هي جي بي جي. هنبدا نكتب الكود الخاص بيها على هذا النحو. نركز كده مع بعض يا شباب بالنسبه للكود الخاص بالصوره اهو، كود الخاص بالصوره اللي هو اي ام جي وبعدين سورس اس ار سي ثم يساوي، ثم هنكتب ادي دبل كوتيشن اللي هو 9 دوت جي بي جي ونقفل على هذا النحو اهوت. يبقى هي الصوره رقم 9 اللي هتظهر، هضغط عليها يتم الانتقال مباشره تمام، ومفيش اي نص، ناخد بالنا مفيش اي نص. ثم بعد ذلك اقوم بعمليه الحفظ. ثم تعالوا بينا بالنسبه للمتصفح اهوت، اضغط على اف 5. ناخد بالنا اول ما انتقل الى الصوره اهي اصبحت بهذه الطريقه اهيت، ابي ضاغط يتم ايه؟ يتم فتح الموقع، يتم فتح الموقع على هذا النحو. اذا احنا قدرنا ان احنا نقوم بادراج صوره ونستخدم الصوره كارتباط تشعبي، وديت حاجه متميزه ونقدر دلوقتي نطور كمان في امكانياتنا. البعض كان ليه ملاحظه جميله جدا واحنا بنعرض الصفحه، يا ريت كده نلاحظ مع بعض يا شباب، لاحظ ان الصوره اهيت مظبوط الا ان السطور الثانيه مرتبطه بالارتباط التشعبي. اقول له خد بالك انت وقعت هنا في خطا، ايه هو؟ تعالى بينا نفتح كده المستند، هتلاحظ انك انت الايمج ما كملتش الكود الخاص بيه، يبقى الايمج الاي ام جي نسيت انك تحط اللي هي الاغلاق الخاصه بيها اللي هي علامه المتباينه اكبر من. تعالى احفظ كده ونشوف قبل وبعد اهوت، ادي هنا اهوت كده، لو انت وقفت هتفتح اللينك اللي هو خاص بمنتدى كنوز الطارئ، ولو وقفت على اي سطر من السطور التاليه هيتم الوضع. طب بعد ما عدل اضغط اف 5، لاحظ معايا لغينا الجزئيه دي، لغينا الجزئيه دي على هذا النحو. البعض الاخر بيطلب مني ان انا اقوم بوضع اطار او برواز حوالين الصوره، يبقى في الكود الخاص بالرسم اللي قبليه هايبر لينك الارتباط التشعبي داخل هذا الكود هستخدم احنا عارفينه خصائص مع بعض اللي هي البوردر، هقول له البوردر بيساوي دبل كوتيشن وليكن مثلا 4 واقفلها على هذا النحو واقوم بعمليه الحفظ، اقوم بعمليه الحفظ، ثم في الصفحه او الموقع الخاص بي اضغط على اف 5 في المتصفح فنلاحظ ظهور برواز او اطار حوالين الصوره. البعض الاخر اثناء كتابه الاكواد او اثناء استعراض بعض الصفحات بيلاحظ ان في نهايه هذه الصفحه بيقول لك انتقل الى الصفحه الرئيسيه. احب اوضح نقطه مهمه جدا بالنسبه لكل الناس اللي بتتعامل مع تصميم صفحات ومواقع الانترنت، دائما وابدا بالصفحه الرئيسيه بنسميها اندكس او ديفولت دوت الاتش تي ام ال او الاتش تي ام ال. اذا دي الصفحه الرئيسيه، اذا الكود اللي انت هتبني عليه مخططاتك صفحه رئيسيه اندكس دوت اتش تي ام ال او ديفولت دوت اتش تي ام ال، لما تضغط يتم الانتقال الى الصفحه الرئيسيه. تعالوا بينا كده مع بعض نشوف كتابه هذا الكود اللي يتم من خلاله الانتقال الى الصفحه الرئيسيه. نشوف كده يا شباب، هذا هو الكود، الكود الانتقال الى الصفحه الرئيسيه.
هتقول له الجريف بيساوي دبل كوتيشن اندكس دوت الاتش تي ام ال، وتقفل الكوتيشن وتقفل هذا الكود، ثم تكتب على الصفحه الرئيسيه او انتقل الى الصفحه الرئيسيه، ثم تقوم بغلق الكود ركود النهايه، نقوم كده من فايل لازم تعمل حذف، ثم تنتقل الى المتصفح تضغط اف 5 لعمل ريفرش. هتلاحظ ان الصفحه الرئيسيه اهي اضيفت اهي، لما تضغط عليها بشرط وجود صفحه رئيسيه اسمها اندكس هتم الانتقال للصفحه الرئيسيه. البعض الاخر يقول لي افرض عايز انتقل لاي صفحه اعمل ايه؟ كل اللي عليك انك تكتب بس هنا هو اسم الصفحه، مش لازم الصفحه الرئيسيه. عايز انتقل الى صفحه المدونات، صفحه الملاحظات، صفحه الرسائل، يبقى المطلوب منك بعد الاتش ريف اهي انك تكتب اسم الصفحه مباشره الخاصه بالموقع، مع ملاحظه نقطه مهمه جدا ان كل الصفحات بيتم انشائها داخل مجلد واحد، على اساس تكتب اسمه مباشره، لا في مجلد اخر لازم تكتب المسار. الخطيه الثانيه اللي بنناقشها مع بعض في هذا هذه المحاضره، انا عايزك تنتقل الى الفقره التي تبدا بكلمه دسوء داخل نفس الصفحه. هنتعامل معاها ازاي يا شباب؟ هنتعامل معاها على هذا النحو اهو. كل اللي عليك تاكد انك واضع اللغه الانجليزيه. هنقوم بتسميه هذه الفقره مع بعض، نقوم بتسميه هذه الفقره، وبعد ما تقوم بتسميه هذه الفقره وتحديد بدايتها بكلمه دسوء، نقوم بعد ذلك بعمل ارتباط اتشعبي على هذا النحو. زي ما احنا شايفين يا شباب، قلنا اهوت، قلنا الاي نيم بيساوي، ناخد بالنا ان ديت يساوي، ما ننساش يساوي، ادي الاي نيم بيساوي الاسم اللي انا عايز اسميه بالنسبه للفقره، اسميه زي ما انت عايز ما بين الدبل كوتيشن، ثم بدايه الفقره بدسوء، وقفلنا هذا الكود، ثم بعد ذلك كتبنا كود اخر اللي هو فيه الارتباط التشعبي اللي هي اتش ريف بيساوي اسم الصفحه التي تحتوي على هذه الفقره، ثم هاش، ثم اسم هذه الفقره، وقمنا بكتابه الفقره الثانيه وقمنا بالاغلاق. تعالوا بينا من قائمه فايل نعمل حفظ، ثم بعد ذلك نبدا هنا اهوت، نضغط اف 5 للتنشيط، اف 5 للتنشيط. لما تضغط على الفقره الثانيه يبدا يعرض لك الفقره الايه؟ الثانيه، تكون ظاهره قدامك على هذا النحو. الجزء الاخير في محاضره اليوم او الجزء قبل الاخير هو خاص بالايميل. عايز اكتب الايميل، عايز اكتب الايميل بتاعي، اكتب مثلا ايه؟ ارسال او مراسله، ارسال او مراسله، يبقى هنستخدم هذا الكود اللي هو الايه؟ اتش ريف، سواء كابيتال او سمول لا تتقيد بذلك، اتش ريف هيساوي، هيساوي ثم دبل كوتيشن الميل، ادي الميل تو نقطتين فوق بعض، ثم بعد ذلك بكتب الايميل الخاص بيا طارق النجار، طارق النجار ات جي ميل دوت كوم. بعد ذلك بقوم بعمليه الاغلاق على هذا النحو، ثم اكتب ايه؟ اتصل بنا، اتصل بنا، ثم اقوم بغلق هذا الكود. كلنا خلاص عندنا المهاره الكافيه في ذلك، وقمنا بالغلق على هذا النحو. تعالوا بينا نحفظ ونشوف التاثير بتاعه على المتصفح. ادي اف 5، هتلاحظوا اهيت اصبحت اتصل ايه؟ بنا. لما اضغط عليها هيفتح لك الصفحه الخاصه بالايميل اذا كان في نت او اذا كان الموقع صحيح. اما الجزئيه الاخيره فهي خاصه بالاف تي بي، لو عايزين دلوقتي نتعلم مع بعض كتابه الكود الخاص بالاف تي بي، الكود بنفس الطريقه وبنفس الفكره، هي هي ادي الاي مسافه الاتش ريف، ثم انا كتبتها سمول اهو مفيش اي مشكله، يساوي دبل كوتيشن اكتب الاف تي بي، اف تي بي نقطتين فوق بعض، ثم الباك دبل سلاش اهو، ثم اكتب العنوان الخاص بالاف تي بي، اف تي بي دوت، وابدا اكمل العنوان الى الاخر، واقوم بعمليه الاغلاق، ثم اكتب كلمه للدلاله، كلمه للدلاله وليكن تحميل مثلا، وليكن تحميل، ثم اضغط ان واقوم بغلق هذا الكود بنفس الطريقه اللي احنا عارفينها، واقوم بعمليه الحفظ.
وان شاء الله كده احنا انجزنا مع بعض الدرس السادس وصلاة الشعب الهي برلين. اتمنى اكون وصلت في شرح هذا الدرس. سعدت بكم انا طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية، واتمنى دائما وابدا تشاركونا بارائكم ومقترحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar او من قناة طارق النجار التعليمية mrtarqnagar.com او من تداعي كنوز الطارق www.forum.com/forum.php. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.